انطلق المهرجان السنوي تحت شعار أجمل توليب ينمو في إسطنبول، وإسطنبول ترتقي مع توليبها عام 2005، مما جمع بين التوليب الذي هو جزء مهم من الثقافة التركية والذي يعتبر من أهم رموز إسطنبول وأهل المدينة. تم افتتاح المهرجان السادس هذا العام في الثاني من شهر نيسان الجاري بحضور رئيس بلدية إسطنبول قدير توبتاش، وذلك في حديقة القصر الأبيض بحي إميركان، كما أن المهرجان سيستمر حتى آخر شهر نيسان. افتتح معرض الرسم تحت عنوان التوليب للرسام إسماعيل آجار في صالة الاستراحة بقاعة جمال رشيد ري للحفلات الموسيقية، وذلك في الرابع من شهر نيسان الجاري. في هذا السياق أيضا تم زرع 82 نوعا من التوليب في كل أطراف مدينة إسطنبول هذا العام، فبذور التوليب قد زرعها أهل البلاد واعتنوا بزراعتها. قرابة 1,000,000 زهرة توليب تمت زراعتها في جميع مناطق إسطنبول، وقد كلف المشروع $1,000,000 تماماً.